السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل وسلم على رسول الله مرحبا بكم خوتي وخواتاتي ومرحبا بكاع الزوار نتمنى أنكم كاع تكونوا غاية وتكونوا لاباس اليوم ان شاء الله في سلسلة وصفات عيد الاضحى جبت لكم طاجين بزاف بنين يحمر لكم وجهكم مع الضياف مع العائلة تاعكم وما ينشبعش بطريقة جد بسيطة الطاجين تلقوه في العرس بزاف ان شاء الله تكتشفوا معايا الوصفة والمقادير تاعها وطريقة التحضير وليزاستيس اكيد دائما نعطيهم لكم وما عليكم بسم الله هنايا اليوم خدمت في الطاجين تاع الطين اللي تبغي تخدم في الطاجين العادي ولا الكوكوطه تاعها لك حريه الاختيار حطيت هنايا حوالي ملعقه كبيره تاع زبده ما تكونش معمره غايه اللي تبغي السمن من الافضل تخدمه بالسمن السمن مع الغنمي يجي بزاف مليح زدت معاها واحد نص مغرف تاع الزيت وحطيت هذيك القطعه تاع اللحم اللحم هنا اختارت يكونوا مليكوت ثم اللي بغيتو حطيت هنا نص حبه تاع بصل مرابيه بالغلاد ولا مبشوره وحطيت حوالي ملعقه ونصف من الثوم تكون كبيره ديك الملعقه وتكون مقبه غايه من الثوم حوالي ملعقتين كبار ملحت هذيك القطعه تاع اللحم وديتها فوق النار يتقلى لي هذا اللحم مع ديك البصله والثوم بالله عليه ونخليه هنا بعد لي تقلى لي له حوالي 3 دقائق هكا ما يديكمش بزاف نحركوا هذيك القطعه تاع اللحم باسكو الطاجين تاع الطين يلصق روحكم منه هنايا النار اللي تكون طيب في الطاجين تاع الطين تنقصي النار باش ما مشاكل وتنحرق الماكله تاعك يطيب دائما على نار هاديه كل الاواني الفخاريه ولا تاع الطين طيب على نار هاديه هكا باش تجيكم ماكلتكم مجمره وتجيكم شابه ما شاء الله هنا راني دايره طاوه فيها الماء يسخن ولا كسرونه فيها ماء يسخن باش نمرق به مرقت الخطره الاولى غير شويه راكم تشوفوا حوالي كاس ونص ساخن ودائما دائماً نصيحة واحده اخرى جامي جامي ولا ما تقاع ما بالماء بارد لانه يطرطق لكم الطاجين تاعكم ولا القدره ولا دائما الماء يكون ساخن هنايا راني نتبل بشويه تاع الحرور اللي هو الفلفل الاسود ولا الفلفل الكحل وشويه تاع الكرويه الكرويه حوالي هنايا ربع ملعقه من الكرويه هذا مكان غادي نغطي على الطاجين تاعي نخليها واحد شويه وغادي نبريباري الفيون داشي ولا الكفته الكفته هنايا تدور الهبره ولا تطحنوا الهبره اللي ما يكونش فيها الشحم ما خصناش الشحم يكون بزاف هنا غادي ندوزنو هكا الاتي كميه تاع الكفته نتوما ما بغيتو وعلى حساب عدد افراد الاسره ديت هنايا نص حبه تاع بصل مرابيه عندي واحد زوج فصوص تاع الثوم مرابيين مبشورين عندي ديك القطبه الصغيره تاع المعدنوس حوالي زوج مغارف كبار تاع معدنوس ضفتهم هنايا مقطعين ضفت ملعقه كبيره على لا ولا البقسومات ولا الخبز المرحي اليابس زدت معها حوالي ملعقه صغيره على الخل زدت معها الملح والفلفل الاسود والكمون وزدت معها ملعقه صغيره تاع زبده من الافضل ديروا السمن انا ما كاش عندي السمن وديروا معاها حوالي ملعقه صغيره تاع الزيت وثلاث مغارف تاع الماء هنا مكونات تجي بزاف شابه هذه الكفته تجي منكهه تجي طريه ما تجيش ناشفه تجي الكود تاعها ما شاء الله ما تسحقوا فيها لا بيض لا والو هنا هذيك هذاك الشابلوغ اللي خدمت بها الشابلوغ البيضه ان شاء الله حتى نعطيها لكم راني نقول غير نديرها لكم وما درتها لكمش ان شاء الله نديرها لكم في فيديو كيفاش تخدموا لا البيضه ماشي كاع بالطريقه اللي موالفين نديرو بها هنا غادي نكور ولا ندير هكا كويرات تاع الكفته هنا الكويرات دوك نوريكم لكم قداش الحبه تكون تكون معتبره وتكون كبيره وتتملي العين باسكو الطاجين تاعنا غادي يكون فيه غير اللحم والكفته هنا شوفوا الحبه تاع الكفته عفوا منكم تكون كبيره ما شاء الله هنا غادي نزيد هكا درتيتهم كاع دي بول غادي نغطيهم بابي فيلم ندخلهم للثلاجه ولا غير الفريجيدير تحت ماشي كونجيلاتور ولا المجمد خليهم تحت يروبوزو ويشدوا رواحهم ونكمل الطاجين تاعي هنا غير لي مرقته المره الثانيه بالماء الساخن وضفت فيه الحمص اللي كنت نقعاته ولا منفخاته ليله كامله حمص من الفخ درت هذه الكميه تاع الحمص اللي كان في الأولى في التقديم كان محطوط حدايا هنا اسمحوا لي هذاك المقطع نقطع عليه ما قديتش نوريه لكم كيفاش زدت الماء مع الحمص المهم هنا المستوى تاع الماء اللي يوصل لكم على الاقل في القطعه تاع اللحم تاعكم راكم تشوفوا يغطي لكم هذاك اللحم باش يطيب لكم معليش لا ما وصلش للعظم أه هنايا صايي غادي نزيد لها هنايا بعض الاضافات راكم تشوفوا المهم المستوى تاع الماء اللي غيكون بهذه الطريقه زدت هنا واحد النص عود تاع القرفه ولازم لكم تغسلوا القرفه هنا عندي ليطوال تاني ثاني حبات على تكون كبيره ولا نجمه الارض او اليانسون النجمي خدموا بهم هادو الصوالح القرفه واليانسون النجمي حاجه مليحه بزاف الفايده للصحه تاعكم كطيبو بهم ولازم تغسلوهم غايه باسكو خطر تكون فيهم واحد الحشرات ولا تكون فيهم غبره هكا رقيقه ما تبانش تغسلوهم باش تحطوهم في الاطباق تاعكم هنايا ضفتهم كيما هكا يعطوكم بنه شابه في الطاجين تاعكم هنا بعد اللي خليته يطيب ونقص لي شويه مستوى تاع الماء وتصاي تقريبا طاب لي اللحم نضيف هذوك الحبيبات تاع الكفته اللي درتهم وهنا خليته طاب ونقص لي مستوى المرق وانتوما المرق وانتوما ما, وانتو ما بغيتو لكن من الافضل انكم ديروه حد قداه ما تكثرولاش المرقا بزاف هذا ماشي تحت تاع غمس هذا يجي أه يجي اللحم اكثر من من روا ولا هذاك المرقة والحمص ثاني ديروه على حسب ما بغيتوا وهكذا قدمتها شوفوا الطبق يشهي بزاف قلت لكم ما شاء الله عليه زيدوا تزينوه بشويه تاع اللوز بعد اللي تفسخوه في المغلي تقلعوا هاديك القشره وتقلوه في شويه تاع دهان باش يعطيكم ديك التحميره خفيفه وبصحه